بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة مطابقة للمنقول من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم بحول الله وقوته ما بدأناه بالأمس من الشروع في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم الذي لم تسمح الأعصار بمثله، محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. ما زلنا نتكلم في البيت الأول منها، وهو قوله رحمه الله، يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي. ولما تعرضنا لاسمه ذكرنا طرفا من سيرته، ووصلنا أمس في الكلام إلى أنه كما نرى على اللوحة أمامنا أنه رحمه الله حج سنة 23 و800، يعني قبل وفاته بعشر سنين، لأنه توفي سنة 33 و800. طبعا حج من فين؟ من شيراز. حج سنة 23 و800، وألف في طريقه منظومة الدرة في القراءات الثلاث. سنتكلم على هذه المنظومة بعد قليل إن شاء الله. له مؤلفات عديدة هي المرجع في علوم التجويد والقراءات، من عصر الجزري، من آخر المئة الثامنة إلى عصرنا، يعني 600 عام. كتب هذا الإمام العظيم هي المرجع في التجويد، وهي المرجع في علم القراءات، لأنه محقق هذين العلمين وإمامهما. وكل علم يا إخوتي، هذا بين قوسين، كل علم تجد فيه نوعين من العلماء: نوع ناقل يستوعب ما قاله الماضون وينقله إلى من بعده، ليس عنده إلا النقل، ونوع محقق، إمام يدرك خفايا المسائل ولديه القدرة والملكات على الترجيح بين الأقوال وعلى بيان الصحيح من الضعيف والمعمول به من غير المعمول. هذا تجده في كل العلوم، تجد. فليس كل المحدثين كالبخاري، وليس كل الفقهاء كالأئمة الأربعة أو كالنووي أو كابن حجر أو كابن قدامة المقدسي صاحب المغني، هؤلاء الأئمة العظام، أو كابن تيمية، ليس أي فقيه مثل هؤلاء الأئمة العظام. هذا تجده في كل العلوم. فبالنسبة لعلمي التجويد والقراءات، ابن الجزري رحمه الله يعتبر المحقق والمرجع في القرون الستة الماضية. فمن تلك المؤلفات التي ألفها رحمه الله منظومة المقدمة التي بين أيدينا، وتكلمنا عن أنها منظومة في علم التجويد تقع في 107 من الأبيات الشعرية من بحر الرجز الذي وزنه مستفعل 6 مرات كما تكلمت بالأمس. كتاب تحبير التيسير، ابن الجزري رحمه الله له فضل على الأمة الإسلامية كلها، بل له أفضال عديدة. من جملة أفضاله رحمه الله أنه شاع في عصره في 108
شاعت القراءات السبعة كثيرا، وصار عامة المسلمين لا يكادون يعرفون غيرها، وبقي أمر القراءات الثلاث التي فوق السبعة، قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وقراءة يعقوب الحضرمي، وقراءة خلف البزار في اختياره، بقيت بين العلماء وبين القراء. فهال هذا الأمر ابن الجزري، والسبب في ذلك كثرة التآليف في القراءات السبعة، فصار الناس يسمعون القراءة السبعة القراءة السبعة، ويمر معهم الحديث الشريف أنزل القرآن على سبعة أحرف، فيظن عامة الناس أن القراءة السبعة هي الأحرف السبعة. فقام رحمه الله ببيان أن هذه القراءات الثلاث، قراءة أبي جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر أو خلف البزار، هي لا تقل بحال من الأحوال عن القراءات السبع. وألف للانتصار لهذه القراءات الثلاث كتابا سماه منجد المقرئين كما سيأتي معنا، انتصر فيه لهذه القراءات وأقام الأدلة العقلية على أن هذه القراءات هي كالسبع تماما، وتناظر مع فقهاء عصره ومنهم الإمام السبكي رحمه الله في هذا الموضوع. وأذكر عبارة له في ذلك الكتاب، وإن استطردت قليلا، يقول في منجد المقرئين عبارة تشعر من خلالها بحرقة العلماء على العلم وعلى غربة العلم. يقول رحمه الله: أيش أقول؟ أيش هذا التعبير مركب، نحن بالعامي بنقول إيش، إيش هذه أصلها أي شيء، أي شيء، ثم صارت أيش، ثم صارت إيش، وهكذا الناس تتغير لهجاتهم بمرور الأزمنة، يبحثون عن الأسهل في النطق. فقال رحمه الله: أيش أقول؟ الهمم القاصرة تصير سائر العلوم داثرة، والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين عن طلب الدرجات العلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نص كلامه بالحرف، ويعني لعلكم استشعرتم الحرقة التي في قلبه رحمه الله، يعني يتألم من طلبة العلم الذي يقول: إن تعلمت كذا ماذا أستفيد؟ أين أتوظف؟ ماذا يأتيني منه من وظيفة من مال؟ فيتعلم بالقدر الذي يوصله إلى الدنيا. طيب، وبقية العلوم والمنازل العالية في العلوم والتعمق فيها لمن تركتموها؟ أنسيتم منازل الآخرة؟ أبقيت همتكم محصورة في الوظائف الدنيوية؟ أستاذ كذا ولا دكتور في الجامعة الفلانية ولا مفتي ما بعرف إيش؟ قال رحمه الله: الهمم القاصرة تصير سائر العلوم داثرة، والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين عن طلب الدرجات العلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين مولانا من عيدا. إذن بعد أن ألف منجد المقرئين أتى إلى أعظم كتاب في القراءات السبع انتشارا، وهو كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام العظيم المحقق أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، المتوفى سنة 44 و400 هجرية، من علماء الأندلس الكبار، وهو الذي نظم كتابه شعرا مين الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني. نعم. فأتى إلى كتاب التيسير الذي فيه القراءات السبع، مين اللي أتى؟ ابن الجزري. فزاد عليه القراءات الثلاث التي فوق السبع باللون الأحمر، انتبهتوا؟ ترك عمل الداني باللون الايه؟ الأسود، وزاد القراءات الثلاث باللون الأحمر، وسماه تحبير التيسير. يعني التحبير هو حبر الشيء، بمعنى زينه وجمله، فهو جمل هذا الكتاب وزينه بإيه؟ بالقراءات الثلاث. فهذا هو تحبير التيسير، أحد مؤلفاته رحمه الله. النشر في القراءات العشر، وما أدراك ما النشر؟ هذا الكتاب تكلمت عنه قليلا بالأمس، وقلت لكم بأنه هو عند القراء كالبخاري عند المحدثين. كيف صحيح البخاري عند المحدثين؟ إذا سألت المحدثين: ما منزلة صحيح البخاري عندكم؟ ماذا يقولون؟ هو سيد الكتب،
وهو المرجع وعليه العمدة. كذلك الأمر عند القراء بالنسبة إلى مسائل علم القراءات ومسائل التجويد والوقف والابتداء ورسم المصحف إلى آخره، مرجع القراء فيها، بل حتى الأسانيد مرجع القراء فيها كتاب النشر في القراءة العشر في مجلدين كبيرين، كان طبعه منذ تقريبا 90 سنة محمد ابن أحمد دهمان رحمه الله من فضلاء أهل الشام، وأبوه كان شيخ القراء الشيخ أحمد دهمان، ثم أعاد طبعه شيخ المحققين المتأخرين في مصر العلامة الجليل الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 و900 ميلادية، أعاد طبعه. ثم ظهرت له طبعات أخرى تجارية لا يعتد بها، ومن فضل الله عز وجل أنا أعكف على تحقيقه منذ تقريبا 15 عاما، وأسأل الله أن ييسر لي إنهاءه وإخراجه بالثوب اللائق به. غاية النهاية في طبقات القراء، هذا أيضا من جملة أعمال الإمام ابن الجزري الجليلة، وهو أنه أتى إلى سلاسل القراء فترجم لهم من عصر الصحابة إلى عصره هو. كم قرن؟ 8 قرون. يعني ترجم للصحابة الذين كانوا من القراء، ثم التابعين، ثم التابع، وهكذا إلى عصره هو، بل حتى زادت بنته سلمى رحمه الله زادت ترجمة أبيها، ففي الكتاب أيضا ترجمة المؤلف زادتها ابنته سلمى رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الكتاب عظيم جدا، لأنك من خلاله تعرف رجال القراءات. غاية النهاية في طبقات القراء، نعم. ونتمنى على الله أن يهيئ في عصرنا من يجعل لهذا الكتاب ذيلا فيترجم فيه القراء من 100 التاسعة إلى 15 الذي نحن فيه. كان بعض الفضلاء قد عملوا يعني شيئا من ما يتعلق بهذا، منهم الأستاذ سيد أحمد عبد الرحيم في مصر جزاه الله تعالى عنا خيرا، عمل كتابا في مجلدين سماه الحلقات المضيئات في أسماء رجال القراءات، جزاه الله خيرا وتعب فيه جدا، أنا أعلم هذا علم اليقين. التمهيد في التجويد، هذا من جملة مؤلفات الإمام ابن الجزري، وهو كتاب نثري ألفه وعمره 17 عاما. كم عمره؟ 17 عاما، يعني كان يا دوب، انتبهتوا؟ وذكر فيه يعني مسائل علم التجويد، في بعض المسائل ذكرها رجع عنها فيما بعد، رجع عنها فيما بعد، لأنه لما ألفه كان إيه؟ يعني ما زال في بداية طلب العلم، لم يسافر إلى مصر. ابن الجزري رحمه الله استوعب مشايخ دمشق كلهم، يعني بالعام نقول شفطهم شفط، يعني كل علماء الشام قرأ عليهم أجمعين القراء، واستوعب ما عندهم الروايات، ثم بعد ذلك لم يرتوي غليله فسافر إلى مصر 3 سفرات، لأنه كان وحيد أبويه وكانوا يحبونه وكانا يحبانه جدا، فكان يسافر ويرسلان له الرسائل، عد إلينا اشتقنا إليك ونحن نبكي، فيحن ويعود، ولكن قلبه معلق فين؟ في مصر، لأنه لم ينهي القراءة على الشيوخ الموجودين في ذلك العصر. فرحل إلى مصر لطلب القراءات كم رحلة؟ 3 رحلات، حتى استوعب ما عند قراء مصر رحمه الله. ففي هذه اللقاءات وهذه الاطلاعات يزداد علم الإنسان، وليس من المعيب أبدا إذا تبين للإنسان أنه كان على خطأ في مسألة، أو أنه لقن خطأ من أحد الشيوخ، لأن الطالب العلم لما بيبدأ يا إخواني يبدأ بيسموه خالي الذهن. عرفتوا شو يعني خالي الذهن؟ يعني مثل الكاسيت الفارغ، شو بيقول له أستاذه؟ بيهز براسه وحاضر، ما عنده شيء يقارن، لكن لما يطلع ويشوف ماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال الأقدمون ويقارن ويبحث، قد يتبين له أن بعض الذي لقنه لما كان خالي الذهن فيه شيء من الخطأ، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، انتبهنا. فهذا هو كتاب التمهيد، ذكرت ذلك لكم حتى وقع هذا الكتاب بين يدي واحد منكم ورأى فيه مثلا قولا مخالفا للمشهور مما عند القراء أن لا يعتد بهذا ويقول يا أخي ابن الجزري قال. طيب ابن الجزري يعني ليس ابن الجزري في يوم وليلة، ابن الجزري بشر مثلنا، بدأ علمه في الازدياد إلى أن وصل إلى مرتبة الأستاذية، فدائما يا إخواني يؤخذ بالآخر، حتى في السنة
يؤخذ بالآخر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتوا؟ يؤخذ بالآخر من أقوال العلماء، بالآخر مما أفتى به المفتون، وهكذا. منجد المقرئين حدثتكم عنه منذ قليل، الذي انتصر فيه للقراءة الثلاث. منظومة الدرة في القراءة الثلاث، هذه المنظومة نظم فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله القراءات الثلاث، قراءة كما أسلفت أبو جعفر ويعقوب وخلف. أراد أن يخدم القراء الذين يجمعون القراءات السبعة من طريق منظومة الشاطبية وكتاب التيسير. إذن شو الخطوة الأولى التي عملها ابن الجزري في القراءة الثلاث؟ ألف منجد المقرئين، انتصر للقراءة الثلاث. الخطوة الثانية شو عمل؟ حبر كتاب التيسير وألف كتاب تحبير التيسير، كتاب نثري. المرحلة الثالثة، نظم تلك القراءة التي ذكرها نثرا في التحبير، نظمها في منظومة 240 بيت، سماها إيش؟ الدرة المضية في القراءة الثلاث المرضية. انتبهنا كيف؟ طيبة النشر في القراءة العشر، وتكلمت عنها بالأمس، هي نظم من 1000 بيت من الرجز، 1016 تقريبا هي، في نظم فيها القراءة العشر الكبرى التي أودعها في كتاب النشر. قال في أولها، ليس في أولها، أولها يعني في مقدمتها: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا، يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها 1000 طريق تجمع. جزاه الله عنا كل خير. غاية المهرة في الزيادة على العشرة، هذه منظومة في القراءات الثلاث فوق العشر من الشواذ. الشواذ شو معنات الشواذ؟ شذ في اللغة معناها خرج، انتبهتوا، شذ فلان يعني خرج. فالقراءة الشاذة يعني القراءة التي لم ينطبق عليها المقياس الذي وضعه العلماء لتلقي القراءة بالقبول. وضع العلماء في 104 عصر أبي عمرو الداني ومكي بن أبي طالب القيسي، وضعوا ميزانا ومقياسا لتلقي القراءة بالقبول. قالوا أن تكون متصلة السند، بعضهم قال متواترة، بعضهم قال مشهورة، أن تكون موافقة لرسم المصحف ولو احتمالا، يعني إذا كان في ألف محذوفة ماشي الحال لأنه العرب بيحذفوا الألف من عادتهم، أن تكون موافقة للغة العربية يعني لعلم النحو، لا تكون فيها مخالفة صريحة للغة العرب. إذن موافقة اللغة، موافقة رسم المصحف، وأن تكون ذات إسناد متصل متواتر أو مشهور، على خلاف بين العلماء. فهذا المقياس بعض القراءات لم ينطبق عليه، إما أنها مخالفة للرسم مثل قراءة غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذه قراءة مخالفة للرسم فهي إيه؟ لا يقرأ بها. عرفتوا شو معنات شاذة؟ يعني لا يتكهرب الواحد لما يسمع قراءة شاذة، ليس معنات شاذة أنها موضوعة، لكن لا يقرأ فيها لأنه رسم المصحف مجمع عليه. انتبهنا كيف؟ الأمر الثاني، مخالفة النحو، ما وجد قراءة تخالف النحو حتى في الشواذ. دوروا فتشوا، بالأخير وجدوا كلمة واحدة مروية عن واحد اسمه خارجة يروي عن نافع مباشرة، قراءة معايش مهموزة. نعم، لازم يقول إيش؟ معايش في سورة الأعراف. الأمر الثالث، تواتر السند أو اشتهاره. هنا يأتي الشذوذ، يعني توجد قراءات تروى آحادا. شو معنات آحاد؟ يعني سلاسل أحادية أو سلسلتين أو ثلاثة. القرآن لا يثبت بنقل الآحاد، القرآن يثبت بنقل مين؟ المتواتر. فألف رحمه الله في القراءات الثلاث فوق العشر، وهي من الشواذ كما أسلفت، موافقة للرسم وموافقة للنحو ولكنها تروى قراءة إيه؟ آحاد. ألف هذه المنظومة، سماها إيش؟ غاية المهرة في الزيادة على العشرة، ولكن سبحان الله لم يكتب بهذه المنظومة القبول، يعني مو منتشرة وله غير ذلك. له منظومة، ذكرتوني، له منظومة في علم مصطلح الحديث سماها هداية المهرة، الله عفوا، الهداية إلى علوم الرواية. منظومة في علم مصطلح الحديث سماها الهداية إلى علم الرواية. يقول في أولها، يقول راجي عفو رب رؤوفي محمد بن الجزري السلفي، وبيحمد الله وبيصلي على النبي، بعدين بيقول: وبعد إن خير شيء يقتفى بعد القرآن لحديث المصطفى، وبعد إن خير شيء يقتفى
بعد القرآن لحديث المصطفى. شوفوا على القيد هذا بأجمله، بعد القرآن، القرآن لا يتقدم عليه شيء. توفي ابن الجزري رحمه الله في شيراز في الخامس من ربيع الأول سنة 33 هجرية، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. وما شاء الله بعد وفاته بستة قرون ما زلنا نقول محمد بن الجزري الشافعي. يعني نحن نتصور يا إخواننا لو كان ابن الجزري في عصره يعني كبير التجار أو كبير ما بعرف إيش، وسكن أفخم البيوت وملك أكثر الأموال وتمتع بأغلب المتع، ثم مات، بالله عليكم هل نذكره بعد ستة قرون ولا ست سنوات؟ هل رأيتم كيف أن العلم يرفع صاحبه؟ والقرآن العظيم كتاب خالد، فمن صاحبه يصيبه من بركة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمن صاحب المبارك صار مباركا، كما يقول الشاعر: من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنزال غير مشرفي. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. انتبهتوا؟ يعني منجيب قطعة جلد نقسمها قسمين، قسم واحد منجلد فيه مصحف، فشو صار بهذه القطعة؟ هذه محترمة ومعظمة وتوضع في مكان لأنه كلام الله. والثانية ممكن الله يكرمكم نصنع منها حذاء فتصير إيش؟ مهانة، وتصير للقاذورات والأوساخ، وهكذا. من صاحب الكرام صار مثلهم، ومن صاحب الآخرين صار مثلهم. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة صحبة القرآن وصحبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبة العلماء، وصحبة الصالحين، وصحبة المساجد، وصحبتكم أنتم بارك الله فيكم. هذه البوابة التي ترونها بوابة في شيراز، اسمها بوابة القرآن، بوابة القرآن الكريم في مدينة شيراز. تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. نعم. إذن شو قال محمد بن الجزري الشافعي؟ الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. هذا هو البيت الثاني من المنظومة. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد كما عرفه العلماء وكما ترون أمامكم على اللوحة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل يعني التعظيم من نعمة وغيرها. نعيد، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. لما بنقول الثناء باللسان خرج الاعتقاد في القلب إذا لم يكن مصحوبا بالنطق، وخرج الفعل. أنا ممكن أعطي إنسان شيء هذا تعبير لكن أنا ما نطقت، فلا يقال هذا إيش؟ حمد. بده يكون باللسان على الجميل الاختياري. نعم، الجميل الاختياري خرج مين؟ الجميل غير الاختياري، يعني إنسان صوته حسن فلا نحمده، لا يعني لا نحمده على حسن صوته، هذا عطاء من الله عز وجل. انتبهتوا كيف؟ هذا شو بيسموه؟ مدح. المدح بيكون على الجميل غير الاختياري، بينما الحمد شو بيكون؟ على الجميل الاختياري. إنسان تعلم حفظ القرآن مثلا، أحد الطلاب في المسجد في الحلقة تعب وخالف نفسه وأسهر ليله وحفظ القرآن، هذا نحمده على هذا الفعل لأنه أتى بفعل جميل إيش؟ اختياري. انتبهتوا كيف؟ نعم. على جهة التبجيل يعني الاحترام من نعمة وغيرها. شو معنات من نعمة وغيرها؟ قد يكون الحامد أصابه نعمة من المحمودي، وقد يكون ما أصابه شيء، أصاب غيره، فقد يكون في الحمد هناك نعمة أتت للحامد من المحمود وقد يكون ما في نعمة. انتبهت؟ يعني مثلا دكتور طبيب أو في المختبرات اكتشف دواء لمرض عضال، وأنا ما لي علاقة بالموضوع لكن أفرح أنا وأقول له جزاك الله خير بارك الله فيك
جلست في المختبرات 10 سنوات حتى اكتشفت لنا هذا الدواء وأفدت البشرية. أنا ما أصابني من خير هذا الإنسان شيء، لكنني أفرح لأن هذا الإنسان أتى بشيء فعلا جميل اختياري. انتبهنا، هذا معنى من نعمة وغيرها، يعني من نعمة تصيب الحامد أو من غير نعمة تصيبه. هل فهمنا ما معنى ذلك؟ نعم. الحمد لله. شو بعدين قال؟ وصلى الله. صلى هنا جاءت منسوبة الصلاة لمين؟ لله عز وجل. صلى هذا الفعل أصله في اللغة يعني دعا، صلى فلان دعا، انتبهنا كيف؟ فلذلك قال علماؤنا كما نرى على اللوحة الصلاة من الله رحمة، يعني إذا نسبت الصلاة إلى الله صلى الله على فلان شو يعني؟ رحمه. والملائكة يصلون على فلان شو يعني؟ يستغفر. ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير، تضرع ودعاء بخير. نعم، هذا معنى صلى الله على نبيه. نبيه تأتي غير مهموزة وتأتي مهموزة، فقال العلماء هي مشتقة من النبأ، يعني ممكن يكون أصلها نبيه، لأن النبي مخبر عن الله عز وجل، النبي من النبأ لأنه مخبر عن مين؟ عن الله عز وجل. وممكن تكون إيش؟ من النبوة. النبوة نبوة من الأرض، شو يعني؟ مكان مرتفع، فسمي النبي نبيا لأنه مرفوع القدر ومرفوع القيمة عن سائر البشر. إذن إما النبي، إما أنها مشتقة من النبأ أو مشتقة من النبوة، وهي إيه؟ الرفعة. طيب من هو النبي؟ قال العلماء إنسان كما نرى على اللوحة أمامنا، ذكر خرج مين؟ الأنثى. إنسان خرج غير البشر، ذكر خرج الأنثى، حر خرج مين؟ نعم، عاقل طبعا. نعم، أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. إن لم يعني قد يكون أمر وقد يكون أوحي إليه بشرع يعمل به هو، يعمل به هو أو يبلغه إلى غيره، فإن على الحالتين شو اسمه؟ نبي. هذا بخلاف مين؟ كما نرى على اللوحة الآن، بخلاف الرسول، فالرسول كما نرى على الشاشة هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فرقنا بين النبي والرسول، تبهنا يا أخواننا؟ نعم. لذلك نستطيع أن نضع هذه القاعدة التي ترونها أمامكم، أن تنبيه النبوة أعم من الرسالة. بالكتب يا أخواني بمر معكم عبارة أعم وأخص. ما هو العموم والخصوص؟ العموم كثرة الأفراد، والخصوص قلة الأفراد. عرفتوا؟ هذا خاص بالنسبة إلى هذا، يعني أفراده أقل، هذا عام، هذا أفراده أكثر. فإذا كان النبي قد يكون أوحي إليه بشرع، قد يكون أمر بتبليغه وقد يكون ما أمر بتبليغه، بينما الرسول لابد أن يكون إيش؟ مبلغ. انتبهنا كيف؟ فمين حيكون عددهم أكثر؟ شو بتتوقعوا؟ مين تتوقعوا؟ الأنبياء. فتح الله عليك، انتبهنا؟ الأنبياء أكثر عددا بينما الرسل أقل. إذن كما نرى أمامنا كل رسول نبي ولا عكس. شو يعني ولا عكس؟ يعني ليس كل نبي رسولا. على نبيه ومصطفاه. مصطفاه كما نرى أمامنا على اللوحة من الصفوة، وهي الخالص من كل شيء. بيقول هذا صفوة القول. شو يعني صفوة القول؟ يعني خلاصته وزبدته وثمرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة الخلائق. شو يعني صفوة الخلائق؟ خالصهم وأعظمهم. ففي الصحيح كما نرى أمامنا على اللوحة أنا سيد ولد آدم، أنا بأبي وأمي سيد ولد آدم. ثم بعد أن قالها شو قال؟ ولا فخر. شو معنات ولا فخر؟ يعني وما قلتها مفتخرا وإنما مأمورا. عرفتوا كيف؟ عرفتوا شو معنات ولا فخر لما بتمر معكم؟ يعني لم أقلها لأفتخر عليكم، لكن أمر صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة من هو، فلابد أن ينفذ. انتبهتوا كيف؟ يا أيها الرسول
بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأمر أن بين للأمة من أنت وما منزلتك عند ربك، فقال أنا سيد ولد آدم. إلى هنا انتهى مين؟ التبليغ الذي أمر به. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر، يعني ما قلتها على سبيل الافتخار. وفيه أيضا، فيه لم يندرج الضمير للحديث الصحيح، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وصحح الحاكم فأنا من خيار إلى خيار. الرواية اللي جايبها شيخ الإسلام زكريا رحمة الله عليه في الدقائق المحكمة ما وجدتها أبدا، فأنا خيار من خيار من خيار ما وجدتها، وإنما الذي وجدناه بعد طول بحث فأنا من خيار إلى خيار. نعم. وعند الحاكم على نبيه ومصطفاه، من نبيه ومصطفاه مين؟ كما نرى أمامنا البيت الثالث، محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد صلى الله عليه وسلم كما نرى أمامنا على اللوحة هو علم. شو معنات علم يا أخواني؟ يعني لفظة تطلق على ذات من الذوات، لفظة تطلق على ذات من الذوات، هذا معنى قولهم هذا اسم علم. علم منقول من اسم مفعول المضعف حمد. في عندنا في اللغة العربية حمد يحمد، وفي فعل مبالغة مضعف. شو معنى مضعف؟ يعني حرف العين فيه مكرر، حمد يحمد، فهو محمد إن كان فاعلا ومحمد إن كان مفعولا. فنقل من كونه اسم مفعول لحمد إلى العلمية. شو يعني العلمية؟ صار اسم علم، مثلا مثل كلمة ياسر، بعض الناس يسمونه ياسر، من اليسر مشتق. محمود أيضا مشتق من حمد على وزن مفعول، إذا منقول من اسم المفعول. تبهنا كيف؟ يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد. نعم. محمد وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى أمامنا على اللوحة هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. وصحبه، الصحب قيل إنها جمع صحابي وقيل اسم جمع، هذا بحث نحوي ما لنا فيه. المهم الصحابي، من هو الصحابي؟ كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبر العلماء باللقيا، ما عبروا بالرؤيا. ليه؟ لأنه ممكن يكون الصحابي أعمى كعبد الله بن أم مكتوم، فلو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عبد الله بن مكتوم ما رأى، انتبهتوا؟ فعبر. شوفوا علماءنا الله يرضى عنهم كيف دقيقين بالتعابير. كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. إذن لا يشترط حتى يقال إن فلانا صحابي طول الصحبة، ولكن كلما طالت الصحبة كلما كان فضله أكبر. انتبهتوا كيف؟ كلما طالت صحبته للرسول، يعني مثلا أيقاس مثلا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي، يقاس بأعرابي جاء فقال أيكم محمد؟ فقال إلى ما تدعو؟ إلى كذا، أشهد أن لا إله إلا الله، وحمل حاله مشي. هل هو صحابي على العين والرأس، لكن ما يقاس بمن لازم رسول الله سنوات الطوال وسمعه هنا وهنا وجاهد معه وسمع كلامه وصلى خلفه إلى آخره، وإن كانوا كلهم قد نالوا شرف الصحبة. كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما. هذا القيد وضعه العلماء من أجل، نسأل الله العافية لنا ولكم، من ارتد من بعض الناس. هؤلاء إذا ارتدوا شو بيصير؟ يذهب عنهم شرف الصحبة. زاد بعضهم من غير أن يتخلل ذلك ردة، كمان في بعض الحوادث المحدودة جدا، يعني بعضهم ارتدوا ورجعوا إيش؟ أسلموا. فهل لما ارتدوا وعادوا فأسلموا عاد لهم شرف الصحبة، أم أنه يقبل منهم الإسلام لكن فاتهم شرف الصحبة لأنه صار عندهم هالخلل هذا؟ هذا موضوع خلافي ما لنا فيه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع إيش؟ مع محبه. مقرئ القرآن، القرآن ما هو القرآن؟ كما نرى أمامنا على اللوحة هو
كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه. نعيد، هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما قلنا المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج مين؟ خرج التوراة، فإنها لم تنزل على محمد وإنما أنزلت على موسى عليه السلام. خرج الإنجيل، خرج الزبور، خرجت صحف إبراهيم. انتبهنا؟ المتعبد بتلاوته. خرج مين؟ الحديث القدسي بارك الله فيه. المكتوب بين الدفتين، أي خرج المنسوخ الذي لم يكتب بين الدفتين. نعم. المنقول إلينا بالتواتر، خرجت القراءة الشاذة وكذا. المتحدى بأقصر سورة منه، كما نعلم ذلك في القرآن، فأتوا بسورة من مثله كما قال الله تعالى، ومقرئ القرآن مع محبه. المنقول إلينا بالتواتر، طب ما هو التواتر؟ ما هو التواتر؟ نرى على اللوحة التي أمامنا، التواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار. نحن الآن ما عم نتكلم عن تواتر القرآن، عم نتكلم عن التواتر مطلقا. ما هو التواتر؟ هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة، من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. انتبهنا؟ هذا أعلى درجات وصول الخبر إلينا. الخبر الذي يأتيك يا أخي بالتواتر ما عاد في أعلى من ذلك. نعم. هو اليقين بذاته وبعينه. مقرئ القرآن. طيب القرآن، يعني نحن الآن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا، كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للأمة؟ وكيف وصل إلينا خلال هذه القرون المتطاولة؟ بحث لطيف ودقيق أرجو الانتباه له. نرى أمامنا على اللوحة كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقين. أولا مكتوبا، وثانيا منطوقا، يعني ما نسميه في لغة العصر النقل الصوتي. فكان صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه شيء من القرآن وينفصم عنه الوحي يدعو من حضره من الكتبة. مين موجود؟ 4 بنادي 4، 7 ينادي 7، 3 ينادي 3، فيجلسون ويكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليهم. إذن متى أو سأل سائل متى بدأ تدوين القرآن الكريم؟ ماذا نقول؟ بدأ تدوين القرآن الكريم فور نزوله، وليس كما يدعي الآن بعض المستشرقين أنه بدأ بعد مئات السنين أو كذا. هذا كلام كذب وزور ولا دليل عليه. أول ما دون القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشياء التي كانت متاحة في ذلك الزمان كما سيأتي معنا. وبعد ما يملي عليهم مكتوبا كان صلى الله عليه وسلم ينطقه أمامهم فبفمه الشريف فيسمعونه بآذانهم ويقرؤونهم وهو يسمع، فإما أن يقرهم وإما أن يصحح لهم. هذا هو المنطوق. انتبهنا؟ إذن القرآن يا أخواني ما هو كتاب ورقي مثل بقية الكتب ننزل إلى المكتبة
نشتريه ونجلس نقرأ، لابد لي من أستاذ شافها أستاذه بالقرآن الكريم، وأستاذه شافها أستاذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كل واحد بده يمسك القرآن ويقرأ، كم من كلمة في القرآن لا يعرفها المرء كيف تقرأ إلا إذا كان قد شافها بها. انتبهت كيف؟ مرة أحد الأساتذة الذين يعني يجلسون في المسجد فيقرئون من حضر، يعني ما عندهم طلاب ثابتين، من حضر أهلا وسهلا. فجاء رجل قعد في الحلقة بده يقرأ سورة ياسين، فبدأ هذا ما متعود يقرأها، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يس والقرآن الحكيم. وكان الأستاذ دمه خفيف يعني، فقال له نو. وأنا بنفسي والله كنت مرة في مسجد فسمعت الذي إلى جانبي قبل صلاة الجمعة يقرأ سورة الكهف، فلما انتهى منها قلب الصفحة ولم يحن بعد وقت الخطبة، فقال وأنا أسمع كهي عص ذكر رحمة ربك، أنا سمعته. والحق معه، يعني هو معذور، هو معذور ما يعلم كيف تقرأ هذه الحروف، اللي أمامه شو مكتوب؟ كهي عص، والثاني قال يس. انتبهنا كيف؟ فإذا لابد لنا من أستاذ يوقفنا ويعلمنا كيف تقرأ ألفاظ القرآن الكريم. وقد وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين متواترا ولله الحمد، يعني وصلنا القرآن، وهذا كله ليس كلام، هذا مختصر سيأتي تفصيله، أن القرآن لما نقول وصلنا مكتوبا متواترا ووصلنا منطوقا متواترا، هذا كلام مجمل سيأتي تفصيله بإذن الله. الآن نتكلم على المرحلة الأولى، ألم نقل مكتوبا ومنطوقا؟ الآن حنتكلم على مين؟ على مراحل تدوين القرآن الكريم، مراحل تدوين القرآن الكريم. أولا كما نرى أمامنا على اللوحة، كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر، والوحي حاضر. يعني لو في سهو من أحد الكتبة، قد يقول أحد الناس يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لعلهم يكتبون وهو لا يدري. طيب النبي أمي، جبريل أمي كمان؟ أنا عم بسألكم، جبريل أمي؟ ألم يقل الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين؟ يمين مين؟ يمين الكاتب، لأنها أداة الكتابة. انتبهنا؟ القرآن محروس يا أخواني من قبل ما ينزل، لما أراد الله إنزاله ملأ السماء بالملائكة، حرس شديد كما قال الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، شوفوا يعني مو على الصفين، ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا كله حراسة لمين؟ للنص القرآني من أن يختطفه أحد أو يخلطه بغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. انتبهنا كيف؟ فالحراسة بدأت من قبل وصول القرآن إلى الأرض. أيفعل الله تعالى ذلك، تلك الحراسة العظيمة في السماء، ثم لما يصل يترك الكتبة يأخذون راحتهم؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فلو في خطأ، لو في سهو، انتبهنا، على طول الوحي شو بيعمل؟ يصحح. والوحي، هل فهمتم ما معنى والوحي حاضر؟ نعم. قال زيد بن ثابت، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الحديث فإنه يثلج الصدر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ. انتبهتوا؟ قال اقرأ، مو كتبت انتهيت يلا مع السلامة، لا، ما في مع السلامة، اقرأ، سمعني شو كتبت. فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني إذا سقط مني كلمة سهوا وأنا عم بكتب شو بيعمل سيدنا النبي؟ يصحح، يقول لا هنا في كلمة كذا. فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. شايفين الاحتياط؟ رواه هذا الحديث الطبراني بسند رجاله موثقون.
هذه المرحلة الأولى. إذن المرحلة الأولى أن مجلس نبوي، أرجو أن تركزوا، هذا الموضوع خطير ويصطاد فيه كثير من أعداء الإسلام في الماء العكر، فأرجو أن تنتبهوا. إذن أعود فأذكركم يا إخواني، متى بدأ تدوين القرآن؟ فور نزوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي حاضر. انفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك القطع التي مع الصحابة. هذه القطع ليست كغيرها، يعني لو أخونا الله يسلمه معه قطعة من تلك القطع التي كتبت بين يدي رسول الله، فقلت له أتعيرني لو سمحت حتى أنسخ منها؟ فأعارني وذهبت إلى بيتي فكتبت نسختان. النسخة التي كتبتها أنا في بيتي ليس لها نفس القيمة، النسخة تبع أخي كتبت بين يدي رسول الله والوحي حاضر، يعني فيك تقول موثقة مدققة مرضي عنها، لكن اللي كتبت أنا في بيتي قد أكون أصبت، قد أكون أخطأت، قد يكون خطي سيء، قد يكون سقط مني كلمة سهوا، انتبهت كيف؟ بينما هذه القطعة، لذلك كما سيأتي معنا الآن كما ترون أمامكم، تفريغ الكتابة السابقة في صحف زمن أبي بكر رضي الله عنه، لما أيام خلافة سيدنا أبو بكر، والقصة معروفة لدى أغلبكم، فإن الذين أمامي أغلبهم كما أرى طلبة علم، في زمن الصديق رضي الله عنه لما صارت حروب الردة كان القراء من أكثر الناس زودا عن الإسلام، فصار القراءهم كثير، فخاف سيدنا عمر على القرآن وخاف على تلك القطع التي كتبت بين يدي رسول الله هنا وهناك، يعني هذه قطع ليست عادية، فقال لسيدنا أبي بكر لماذا لا تجمع القرآن؟ وكان السادة الصحابة رضي الله عنهم يتهيبون أن يصنعوا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر له هيبة كبيرة عندهم، فقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فما زال به حتى اقتنع وانشرح صدره. مين؟ سيدنا أبو بكر. راح نادى مين؟ نادى سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا زيد بن ثابت يا إخواني صحابي محوري، له دور محوري في موضوع تدوين القرآن الكريم، سبحان من اصطفاه واختصه بهذا الأمر. إذن سيدنا زيد كتب الوحي أول مرة لمين؟ لسيدنا رسول الله بأبي وأمي. الآن عم يكتب لمين؟ لسيدنا الصديق أبي بكر. فناداه وقال له سيدنا أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، شوفوا المؤهلات، كنت تكتب الوحي لرسول الله، هي المؤهلات، كنت تكتب الوحي يعني بمعنى ائتمنك رسول الله على كذا، ألا فلا أتمنك أنا، كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع الوحي واجمعه. فقال زيد كيف تفعلان شيئا، عم يكلم مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هو والله خير، فما زال به يقول حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدرهما، فوالله لو كلفاني بنقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. مهمة شاقة. ماذا عمل سيدنا زيد؟ الله يرضى عنه ويجزي عننا كل خير. أعلن بين الناس من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به. لاحظت الشرط شو بده يكون؟ أيوة، مو يكون منسوخ منه، بده القطع يعني من هلأ الأصلية. فكان أحد الصحابة يأتي بقطعة عنده، قطعة عظم أو قطعة جلد أو اللخاف، هذه القديمة الأحجار الرقيقة البيضاء، فيقول سيدنا زيد هل هذه أتشهد أن هذه كتبت بين يدي رسول الله؟ فقول نعم. فيقول أعندك غيرك يشهد أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله؟ كم شاهد بده؟ شاهدين. فإن كان عند ذلك الصحابي شاهد على ذلك أخذها منه وإلا تركها. شوفوا الاحتياط. حتى جمع القرآن كله المكتوب، كل حديثي الآن منصب على إيش؟ على القرآن المكتوب، ولم أتكلم على الجانب الصوتي، أرجو أن لا تخلطوا بين الأمرين.
جمع القرآن المكتوب كله بهذه الطريقة إلا آيتين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما وجدهم إلا عند صحابي رضي الله عنه اسمه أبو خزيمة، خزيمة ابن ثابت. أتشهد أن هذه كتبت بين يدي رسول الله؟ قال نعم. عندك غيرك يشهد أن هذه كتبت بين يدي؟ قال ما عندي. أعود فأذكركم، ليس معنى هذا أن هاتين الآيتين لا يحفظهما أحد من الناس. زيد يجمع القرآن المكتوب، لو دخل داخل إلى مسجد رسول الله في ذلك الزمان وقال أيكم يحفظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لارتفعت أيد لا يحصيها إلا الله، وكذلك الآية الأخرى. ولكن حديثنا منصب على القرآن المكتوب. أعندك غيرك يشهد أن هذه القطعتين كتبتا بين يدي رسول الله؟ قال ما عندي. فتذكر الصحابة أن لهذا الصحابي وساما نبويا أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. في يوم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا، وبعد أن تم البيع قال اتبعني أعطيك الثمن. البيع تم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، والأعرابي ماشي على مهله. فبعد فترة شو صار؟ المسافة يعني المسافة بين سيدنا رسول الله وبين الأعرابي تطول تطول، حتى صار كأنه كل واحد ماشي لوحده. فرأى بعض الناس مع ذلك الأعرابي الفرس، قالوا أتبيع الفرس؟ نعطيك كذا. فطمع الأعرابي، الآن هو الفرس مو فرسه، باعها لسيدنا رسول الله، طمع. فلما وصل رسول الله و يعني جمع له الثمن ويريد أن يعطيه، قال الأعرابي هل تريد أن تشتري الفرس؟ قال له قد اشتريتها مني. قال لم تشتريها مني، عندك من يشهد لك؟ واجتمع عدد من الصحابة على هذا الحوار، بينهم مين؟ أبو خزيمة، هذا خزيمة بن ثابت. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال إني قد اشتريت من هذه الفرس، فهل فيكم من يشهد؟ الصحابة الله يرضى عنهم اتعلموا من سيدنا رسول الله على مثل الشمس فاشهد. كيف أنا بدي أشهد إذا أمر ما كنت حاضر؟ بدي يكون حاضر حتى أشهد. سكتوا. رد عاد هل فيكم من يشهد؟ أم أبو خزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله. والتفت الأعرابي قال قد اشترى منك رسول الله الفرس وأنا أشهد. فالأعرابي سبحان الله، الله ألقى فيه الخوف واعترف أنه البيع تم وأخذ الثمن وانصرف. ماشي الحال؟ التفت سيد النبي بأبي وأمي قال يا خزيمة أرأيتني لما اشتريت منه الفرس؟ قال لا يا رسول الله. قال فكيف تشهد؟ كيف شهد؟ قال يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، نصدقك في خبر السماء ألا نصدقك في أمر من أمور الدنيا؟ بتقول نزل الوحي بنقول نزل الوحي، بتقول هذا من عند الله بنقول نعم هذا من عند الله، الآن عم بتقول فرس وما فرس بنقول لك لا، وين الشاهد؟ شوف الفهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم من جوابه وقلده هذا الوسام، فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. من شهد له خزيمة فهو حسبه، يعني جعل شهادته بشهادة إيه؟ وبقي هذا الوسام النبوي مخبوءا إلى أن جاء إبانه ووقته. فلما قال زيد له في عصر الصديق أعندك غيرك يشهد؟ قال ما عندي. فتذكروا أن شهادته بشهادة إيه؟ رجلين. فأخذ منه تلك القطعتين وكتبهما في المكان المعروف من تلك السورتين. هذا كله في القرآن الإيه؟ المكتوب. حسبه يعني يكفيه. نعم. المرحلة الثالثة يا إخواني كما نرى أمامنا في زمن الصديق، طبعا سيدنا زيد
جمع تلك القطع، أرجوكم تركزوا معي شوي، أرجوكم، جمع تلك القطع النبوية وشو عمل؟ فرغها. عرفتوا شو التفريغ يعني؟ يعني بلغة العصر بنقول فوتوكوبي، فوتوكوبي. شو مكتوب؟ الربا مكتوبة بالواو، كتبها بالواو، ما هو أصلا هو من كتبت الوحي. انتبهتوا كيف؟ أن لا مكتوبة مقطوعة، كتبها أن لا مقطوعة. ورحمتي ربك مكتوبة بالتاء المبسوطة، كتبها بالتاء المبسوطة. وأن له أن يغير، وأن له أن يزيد، وأن له أن ينقص. إذن فرغ تلك القطع فين؟ في صحف، وصححها ودققها وراجعها. فلما انتهى من تلك المهمة التي قال هو عنها إنهم لو كلفوه بنقل جبل لكان لما كان بأصعب عليه من هذا الأمر، أعطى الصحف لمين؟ لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وبتعرفوا خلافة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما طولت، يعني سنتين ونصف، بعدين انتقلت الخلافة لمين؟ لسيدنا عمر. 10 سنوات بقيت الصحف عند مين؟ عند سيدنا عمر. فبعد استشهاده رضي الله عنه الصحف أخذتها بنته حفصة أم المؤمنين وبنت عمر. مين صار الخليفة الآن؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان حيي الله يرضى عنه، يعني استحيا أن يقول لها إيش؟ هاتي الصحف أنا صرت أمير المؤمنين وكذا. هو أمين عليها لأنها عند أم المؤمنين وعند بنت عمر. إلى أن جرى ما يلي: التقى جيشان من جيوش المسلمين في أذربيجان وأرمينيا، يعني في روسيا اليوم أو الاتحاد السوفيتي سابقا، جيش جاي من العراق وجيش مسلم آخر جاي من فين؟ من الشام. اللي جايين من العراق قراءتهم بترجع لسيدنا عبد الله بن مسعود، اللي جايين من الشام قراءتهم ترجع لأبي الدرداء. فعم يقرأوا قدام بعض. كما تعلمون إخواني، يعني في بعض الناس ما أتقنوا القرآن، مو كل الناس تتقن. هل مثل عصرنا الآن أكل الناس متقنة للقرآن؟ أنا أسألكم، أكل الناس متقنة للقرآن؟ في ناس مو متقنة، في ناس بتقرأ قراءة مغلوطة. انتبهتوا كيف؟ يعني لو حبينا نفتح باب القصص بهذا المجال ما منخلص. فسمع رجل آخر يقرأ، واحد يقول: وأتم الحج والعمرة للبيت. قال له الثاني: وأتم الحج والعمرة لله. قال: لا للبيت، لا لله. وشو صار بينهم؟ خلاف. ومين عم يسمع؟ عم يسمع أحد الصحابة من أصحاب النظر البعيد، وتعرفونه جميعا، هو سيدنا مين؟ حذيفة ابن اليمان، الذي كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فهو دائما نظره لوين؟ إلى البعيد، فتح الله عليكم. فلما سمع اثنين من المسلمين عم يختصموا، وهذا عم يقول له قراءتي أصح من قراءتك، وكادوا يختلفان ويقتتلان، هاله هذا الأمر، فترك تلك المنطقة أذربيجان. ويقال أذربيجان ويقال أذربيجان، يقال هكذا يقال هكذا، كلاهما صحيح. وعاد إلى المدينة المنورة مباشرة، واجتمع بأمير المؤمنين سيدنا عثمان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. طبعا سألوا شو القصة، فذكر لهم. طيب ليتصور الآن كل واحد منكم أنه مكان سيدنا عثمان، كل واحد منكم الآن يتخيل حاله هو سيدنا عثمان، ماذا تفعل يا أخي؟ واحد عم يحكي لك أنه بأطراف الدولة الإسلامية في ناس عم تختلف بالقرآن، واحد عم يقول وأتم الحج والعمرة للبيت، والثاني عم يقول وأتم الحج والعمرة لله، شو بدك تعمل؟ نأتي بالأصل، فتح الله عليك. سيدنا عثمان عنده النص الموثق. شو عنده؟ النص الموثق الذي كتبه زيد أيام مين؟ أيام سيدنا أبي بكر، منسوخ من فين؟ من القطع النبوية. انتبهتم يا إخواني؟ فالصحف عند مين؟ عند السيدة حفصة. فأرسل إلى حفصة:
أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. فأرسلت الصحف، فدعا زيد بن ثابت. شوفوا سيدنا زيد هاي المرة شو الثالثة، شايفين كل ما بتذكروا سيدنا زيد ترضوا عنه من خالص قلوبكم، لأن له فضل علينا أجمعين، وهذا اختصاص من الله، هنيئا له رضي الله عنه. دعا زيد بن ثابت وشكل لجنة من عدد من الصحابة كلهم من قريش. زيد بن ثابت رئيس اللجنة، أنصاري من الأنصار من المدينة، وطلب من زيد أن ينسخ من تلك الصحف عدة نسخ. انتبهتوا؟ صار عندي القطع النبوية فرغت وين؟ في الصحف الصديقية. الآن الصحف الصديقية شو عم يصير؟ ينسخ منها عدة نسخ، يعني ما في اختراع، ما في أمزجة، ما في كما يقول ابن خلدون العرب كانوا جهلة بالكتابة. العرب جهلة بالكتابة، معروف أنه أمة أمية، لكن لما كتبوا وعم يكتبوا بين يدي رسول الله والوحي حاضر ما يقال هذا الكلام، إيش جهلة وما جهلة؟ يعني هذا سوء فهم من ابن خلدون رحمه الله، طبعا إمام عظيم في التاريخ ابن خلدون، لكن بهالمسألة زل قلمه وتاه فكره. الصحابة الله يرضى عنهم كتبوا بين يدي رسول الله كما أمرهم رسول الله، وكل ذلك لحكمة. هنا الألف موجودة، هنا الألف محذوفة، كثير من الكلمات تتوه فيها العقول في القرآن، وتقف تقول آمنت بالله، أكيد في سر، انتبهتوا كيف؟ الله يفهمنا. فزيد بن ثابت مع تلك اللجنة نسخوا من الصحف الصديقية عدة نسخ، وراجعوها ودققوها وصححوها، ثم أعطوها لأمين، لأمير المؤمنين. وين في تجمعات بشرية كبيرة اللي بيسموها بلغة القدماء الأمصار؟ مصر يعني تجمع بشري كثير، في الكوفة، في البصرة، في دمشق، في اليمن، في البحرين، في مكة، في المدينة. فأرسل سيدنا عثمان إلى الكوفة نسخة ومعها قارئ، وإلى البصرة نسخة ومعها قارئ، وإلى الشام نسخة ومعها قارئ، وإلى اليمن، وإلى البحرين، وإلى مكة، وأبقى في المدينة نسختين، نسخة للمسلمين يسمون المصحف المدني العام، ونسخة أخرى أبقاها عنده اسمها المصحف المدني الخاص، وهي التي لما قتل رضي الله عنه سال دمه عليها، كان يقرأ فيها. انتبهنا؟ ثم أعلن بين الناس، وهذا جواب السؤال الذي سألتكم إياه منذ قليل، لو كان الواحد منكم هو أمير المؤمنين ماذا يفعل؟ أعلن بين الناس: اعرضوا ما بأيديكم من صحف ومصاحف على هذه المصاحف الأمهات، فما وافق فأبقوه، وما خالف فحرقوه. انتبهتوا؟ عندك قطعة أنت، أنا شو بيعرفني هذه القطعة مين كاتب لك إياها؟ أنا رجعتك لوين؟ إلى النسخة الأصل الموثقة، مكتوب عندك: وتكون الجبال كالصوف المنفوش. شوف هذه المكتوبة بين يدي رسول الله كالعهن المنفوش، أتلف هذه القطعة. انتبهنا؟ مكتوب عندك كالعهن المنفوش، خليها لأنها إيه؟ موافقة. فما وافق فأبقوه، وما خالف فحرقوه، وتكون وأتموا الحج والعمرة للبيت. منين جبت هذه؟ شوف هذا المكتوب بين يدي رسول الله: وأتموا الحج والعمرة لله. أتلف هذه النسخة. انتبهتوا يا أخواني؟ بهذا العمل الجليل من سيدنا عثمان رضي الله عنه أعاد الأمة إلى النسخة الأم، إلى النسخة الأصل، وقال: أتلفوا ما عداها، ما بنعرف، هذا مو موثوق، هذه بين إيديكم، وباب ما له آخر، باب لا آخر له. إذن المرحلة الثالثة التي نراها أمامنا على اللوحة نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة زمن عثمان رضي الله عنه. طبعا كما ذكرت لكم أرسلها إلى الأمصار الكبيرة،
وأرسل مع كل نسخة إيش؟ قارئا. نعم سيدي؟ لا، نسخ سيدنا عثمان نسخ. نعم. المرحلة الرابعة بارك الله فيكم كما نرى أمامنا على اللوحة، كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. وصل إلى كل مصر من الأمصار ذلك المصحف الإمام. شو اسمه المصحف؟ المصحف الإمام. من هو الإمام في الصلاة؟ الذي نقتدي به، أليس كذلك؟ إن ركع نركع وإن سجد سجدنا، كذلك هذا المصحف إمام لأنه يتبع. فلذلك كل مصحف أرسله عثمان فهو مصحف إمام. صار الناس ينسخون من تلك المصاحف الأمهات مصاحف لأنفسهم، انتبهنا؟ وانتشر بين المسلمين نسخ لا يحصيها إلا الله كثرة. هي المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة، خليكم معي لأنه حنختم بهذه المرحلة الخامسة. أكرم الله تعالى هذه الأمة يا أخواني بعلماء أجلاء نظرهم بعيد، قالوا هذه المصاحف الأمهات يعني مصنوعة من مواد معينة، والمسلمين يأتيهم أحيانا بلايا وحروب وأعداء الأمة كثر، فقد يحدث في يوم من الأيام أن يحرق مصحف من المصاحف، أو يتلف، أو تأكله الدودة، أو يعتدي عليه معتدي، أو يعني عوادي الزمن بسموها. فماذا نفعل؟ ركزوا معي. شو قالوا هؤلاء السادة العلماء؟ قالوا إن المكتوب في المصحف واحد من اثنين، إما أنه موافق للذي اعتاده الناس من الإملاء، انتبهتوا؟ أو مخالف لما اعتاده الناس من الإملاء. فالذي هو موافق لما اعتاده الناس من الإملاء هذا ما في إشكال، الإشكال فين؟ في المخالف لما اعتاده الناس من. يعني مثلا الناس ما تعود تكتب مالكي، يكتبوها ميم ألف طويلة، فلما تجدها ميم لام كاف، هذا مخالف، إذن أخذوا كلمة مالك وضعوها على جنب. بعد شوي مرت كلمة العالمين وضعوها على جنب، ذلك الكتاب ما فيها ألف طويلة وضعوها على جنب، ثم قالوا باب ما حذفت منه الألف. باب شو؟ ما حذفت منه الألف، وجمعوا تلك الكلمات في ذلك الباب. بعد شوي باب ما حذفت منه الواو وجمعوها، باب ما حذفت منه الياء وجمعوها، باب ما زيدت فيه الواو، انتبهتوا؟ باب ما زيدت فيه الياء، باب المقطوع والموصول في موضع جاية أن لا كما سيأتي معنا في آخر المنظومة بإذن الله، وفي موضع جاية ألا مدغمة، انتبهتوا؟ فبين العلماء، بس أعطيني ربع دقيقة، بين العلماء هذا من ذاك وصنفوها وبوبوها، فظهر كما ترون أمامكم على اللوحة مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، وهو ما عرف باسم كما ترون علم رسم المصاحف. اللوحة موجودة؟ علم رسم المصاحف. إذن أنا أسألكم سؤال، ماذا يوجد في علم رسم المصاحف؟ الله يسلمك، يوجد في كتب علم رسم المصاحف ما خالف ما اعتاده الناس من الإملاء، انتبهتوا كيف؟ أما ما وافق الذي يكتبه الناس مو مذكور بتلك المؤلفات. فبهذه المؤلفات حفظت المصاحف، بحيث الآن لو ضاعت تلك المصاحف، لو حرقت، لو فإننا نستطيع من خلال تلك الكتب والمؤلفات أن ننسخ مثلها تماما، لا نزيد فيها حرفا ولا ننقص. وهذا الذي حدث. أتعلمون أنه في عصرنا لا يوجد ولا مصحف عثماني ولا مصحف، كلها عدا عليها الزمن، ويوجد مصاحف قديمة جدا من القرن الأول، يوجد واحد في متحف طبقة بسراي في إسطنبول، يوجد واحد في طشقند قريب من مرقد الإمام البخاري، يوجد واحد على ما بلغني في جامع الحسين في القاهرة، مصحف قديم جدا، ويوجد بعض اللوحات القديمة منها في بيت القرآن الذي في البحرين الذي أقامه الأستاذ من بيت كانو جزاه الله خيرا. يعني أما أن تجد مصحفا عثمانيا كلها تلفت. كان في واحد اللي في الشام تلف بما يسمى حريق الأموي، احترق المسجد الأموي كله واحترقت أحياء المجاورة له، حتى منكم من نعرف دمشق إلى الآن في حي اسمه حي الحريقة،
يعني الحريقة هذا حي مجاور لمدينة دمشق لمسجد الأموي، إلى الآن اسمه حي الحريقة لأنه احترق مع المسجد الأموي في يوم من الأيام، انتبهنا كيف؟ فاحترق معه المصحف العثماني الذي كان. إذن يعني كم علينا أن نشكر الله وأن ندعو لسادتنا العلماء الذين ألفوا تلك المؤلفات في علم رسم المصاحف، وبهذا حافظوا لنا على النص القرآني المكتوب، انتبهنا؟ ومن خلال تلك المؤلفات نستطيع أن نكتب مصحفا مطابقا 100% لما كتبه زيد بن ثابت وتلك اللجنة في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه. بهذا إخواني نكون قد أنهينا الكلام على كيف وصلنا القرآن الكريم مكتوبا، وإن شاء الله تعالى غدا نتكلم على كما ترون على اللوحة النقل الصوتي للقرآن الكريم، الجانب الثاني من وصول القرآن الكريم إلينا بإذن الله تعالى، وهذا كله تحت قول الجزري ومقرئ القرآن مع محبه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.